فإنك لا تقدم على شراء شيء إلا لأنك ترغب فيه. فما رؤي شخص إلا إن كان سفيها، ما رؤي شخص يشتري شيئا إلا عن رغبة. ولذا قبح الله عز وجل صنيع المنافقين إذ قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فإنهم لما اشتروا الضلالة وجعلوا الثمن هو الهدى قبح الله عز وجل فعلهم، لأنهم ما أقدموا على هذا إلا من محض رغبة في نفوسهم، لأن الشراء يدل على وجود رغبة. فالذي لا يشتري نفسه ولا يذهب بها إلى مواطن الخير والنفع فهو الجاهل، الذي لا يعرف مقدار نفسه ولا ينقذها فهو الجاهل السفيه. ولذا قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس أولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فهم ما أقدموا على إغراق أنفسهم إلا من جهالة. وقال تعالى: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين.